وعليك بحكي الوالد اليوم. بس أنا ملابس ملابس الشرطة، إنسان عادي حالي من حالك. أنا لو بمكانك ما أخلي حق بالتخوية يروح. وحتى لو كنت شرطي بشرفي بمقدساتي ما التزم بالقانون. يعني شنو واحد دايس على عرضي وفاضحني بين الناس اخليه يمشي بطوله ويتنفس الهواء؟ لا والله. فاضل ابوي يدور ستر، خاف لها سجن اذا قتلت ابو زينه. انا نعرف شلون يفكر. ما تنسجن، وحتى اذا انسجنت كلها كم شهر وتطلع. بعدين هاي قضية شرف، يعني راح يتعاطف وياك القاضي. انت ايش عبالك انا هم من السجن؟ دخل سجن مؤبد. بس هذا ما اعرف، خليه يوقع بيدي الا امثل بجثة تمثيل. فاضل اريدك تساعدني بشغله. اساعدك؟ اساعدك شنو؟ لك بابا انا شيال وياك حمل، غير انت اخويا قتيبه. كفو منك. فاضل اريدك تدبر لي مسدس. ذاك الزلم هذا مسدسي، خلص شغلتك بيه ولا تشيل هم. رجع سلاحك، هذا ما الدائرة، انا ما اريد اذيك. والله ما ينعز عليك. باكر راح ادبر لك واحد. وبسال قلت لك هذا ابو زينه وين كارس؟ راح انطيك خبر. وقبل ما توصل الشرطه خلص شغلتك والباقي عليه. اشكرك حبيبي ما تقصر. انا استرخص. الله وياك عيوني. روح على ألف واحد وبس، كل ليلة قصة.